مرحبا، انا احمد بسيسو مدير بشركه تامين من 25 سنه. احنا استفدنا من الدورات اللي الاستاذ صبحي ساعدنا فيها فيما يتعلق باداره الموظفين واداره راس المال البشري. من النادر جدا انك تلاقي خبير في عالمنا العربي بيلم بين الخبره العمليه والخبره العلميه، وهذا اللي احنا فعلا لقيناه بالاستاذ صبحي من واقع تعاطينا معه، من واقع عملنا معه، وجربناه وشفناه كيف انعكس بشكل جدا ايجابي على ارض الواقع. نصيحتي لأي شخص عم بيحاول أنه يلاقي أسئلة أو يلاقي إرشاد فيما يتعلق برأس المال البشري، بإدارة رأس المال البشري والهيومن ريسورسز، أنه ما يتأخر ويرجع للأستاذ صبحي أقبيق، فعلا حيستفيد وحتكون عنده تجربة ونتيجة جدا مثمرة. شكرا جزيلا.